السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن تمكنت من الاستيلاء على صاروخ أمريكي متطور للغاية، وذلك من خلال استهداف وإصابة ناجحة لإحدى طائرات المسيرة الأمريكية في 72 ساعة الماضية. هذا الاستهداف تحدث عنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى السريع، والصاروخ تحديدا تحدث عنه كلاش ريبورت وكذلك ساوث فرونت الروسي. والطائرة التي نتحدث عنها وتمكنت جماعة الحوثي من إسقاطها هي طائرة الام كيو 9 ريبر الأمريكية، الطائرة الأفضل والأخطر بين الطائرات المسيرة على مستوى العالم. وكانت لحظة الاستهداف من قبل الجماعة بهذا الشكل، كانوا يراقبون هذه الطائرة المسيرة، صاروخ واحد هو الذي انطلق من أجل إصابة هذه الطائرة المسيرة، وبعد ذلك بقليل تمكنوا من إصابة هذه الطائرة. وستكون هنالك صورة هنا كما تلاحظون، هذه كانت لحظة الإصابة لهذه الطائرة. وكما نلاحظ هنا فهذا هو الحطام لهذه الطائرة المسيرة. نعم، الطائرة دمرت تماما بسبب اصطدام أو إصابة الصاروخ لهذه الطائرة وبعد ذلك اصطدامها بالأرض، ولكنها ليست مدمرة بالكامل كما تلاحظون هنا بمقارنة ما جرى في يناير من هذا العام عندما قامت الفصائل العراقية المقربة من إيران في شهر يناير. طبعا كما نتحدث في محافظة ديالى أسقطت نفس الطائرة المسيرة الام كيو 9 ريبر، أحرقتها بالكامل بسبب أن حتى الصواريخ التي كانت تحملها هذه الطائرة قد انفجرت، وبالتالي اشتعلت الطائرة المسيرة كما نلاحظ، ولم يبقى منها إلا هذا الجزء الذي يبدو أنه الجزء الأمامي لهذه الطائرة المسيرة، وبالتالي لم يبقى الكثير من هذه الطائرة المسيرة. وأساسا قوات الأمن العراقية قد وصلت إلى الموقع وسيطرت على حطام هذه الطائرة. لكن الطائرة التي نتحدث عنها كما نلاحظ من طبيعة الصور واللقطات التي صورتها جماعة الحوثي، تلاحظ أن هنالك الكثير من التفاصيل والقطع واضحة لهذه الطائرة المسيرة، حتى الكتابات باللغة الإنجليزية واضحة، وبالتالي من الممكن الاستفادة منها ومعرفة كيفية تصميم بعض الأمور أو التطويرات التي وضعت على هذه الطائرة، حتى بعض القطع ممكن استخدامها كما نلاحظ هنا، لأنها لا زالت على ما يبدو صالحة للاستخدام مع بعض التعديلات والإصلاحات. والأهم من ذلك هي هذه القطعة التي تلاحظونها. نلاحظ هنا بأننا أمام صاروخ كامل حاضر سقط على الأرض ولم يدمر، وهذا هو إحدى الصواريخ التي كانت تحملها هذه الطائرة المسيرة. ونلاحظ من طبيعة هذه القطعة هي تتطابق تماما من الملاحظة والوزن الموضوع على هذه القطعة، نلاحظ بأنها متطابقة تماما مع صاروخ AGM-179 الأمريكي المتطور للغاية، الجزء الخلفي منها يتطابق مع هذه الصورة التي رأيناها. كما نلاحظ هذا هو الجزء الخلفي وهذه الصورة التي رأيناها، تطابق تام وليس هنالك أي اختلاف تماما، وبالتالي هذا يوضح بأننا أمام AGM-179 الصاروخ الأمريكي المتطور للغاية، الصاروخ الذي نتحدث عنه هنا قامت بتصميمه شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وكما نلاحظ بأنه دخل في الخدمة في عام 2023، وأن سعر هذا الصاروخ يصل إلى 319,000 دولار للصاروخ الواحد. وهذا الصاروخ يعتبر أكثر تقدما، أكثر حداثة، وحتى فيه إمكانيات كبيرة هذا الصاروخ مقارنة بصاروخ AGM-114 هيلفاير الذي تحمله نفس الطائرة، طائرة الام كيو 9 ريبر. نفس هذا الصاروخ استخدم في عام 2020 في حادثة مطار بغداد الشهيرة التي تم من خلالها اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وبالتالي الصاروخ الذي نتحدث عنه ليس صاروخا عاديا أبدا، وتحمله الام كيو 9 ريبر، و ها هو بيد جماعة الحوثي. والخطر هنا الكبير أن إيران ممكن أن تستفيد من هذه المسألة، وليس جماعة الحوثي تحديدا، بل المستفيدة الأكبر هي إيران. في عام 2019 قامت جماعة الحوثي على سبيل المثال بإسقاط طائرة الام كيو 9 ريبر، بعدها بعامين أعلنت إيران بأنها تمتلك الآن طائرة مسيرة جديدة وأطلقت عليها اسم غزة وعرضتها بهذا الشكل. تلاحظ من التصميم لهذه الطائرة متطابقة تماما مع طائرة الام كيو 9 ريبر، ليس هنالك أي اختلاف أبدا، وهذا يعني أن إيران ممكن أن تستفيد من هذا الصاروخ الذي سقط واستولت عليه جماعة الحوثي لتقوم بنسختها الخاصة من هذا الصاروخ. فالإيرانيون بارعون تماما في الهندسة العكسية، وبالتالي نسخة جديدة من هذا الصاروخ ومحدثة أو مطورة أو نفس الشيء قادمة من قبل الجانب الإيراني من خلال الهندسة العكسية، ممكن أن يوضع الصاروخ على طائرة غزة المسيرة التي نراها هنا، وبالتالي تصبح لدى إيران هنا أبرز التقنيات المهمة بالنسبة للطائرات المسيرة. والأمر أيضا
قد لا يكون مفيدا فقط للجانب الإيراني، لا أبدا، بل قد يكون مفيدا أيضا للصين وكذلك لروسيا في ظل هذا الصراع الإقليمي الكبير الذي نراه في منطقة الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم. وهذه وإسقاط هذه الطائرة المسيرة والحصول على هذا الصاروخ تحديدا هو لا يأتي من فراغ، والسؤال هنا كيف لجماعة الحوثي أن تتمكن من إسقاط هذه الطائرة المسيرة MQ-9 ريبر. هذه الطائرة يصل سعرها إلى أكثر من 30 مليون دولار، وأسقطوا ثلاث طائرات مسيرة من هذه الطائرات منذ بدء أحداث قطاع غزة وتصعيد جماعة الحوثي في نوفمبر حتى يومنا هذا. أسقطوا في نوفمبر طائرة مسيرة، وفي شهر فبراير من هذا العام طائرة أخرى من MQ-9 ريبر، وها نحن نتحدث عن إسقاط طائرة أخرى في 72 ساعة في ظل كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. جماعة الحوثي تمتلك واحدة من الصواريخ القادرة على تحدي هذه الطائرة المسيرة، وهو صاروخ سام 358 الإيراني. جماعة الحوثي وضعت بعض التعديلات على هذا الصاروخ وأصبح صقر واحد. تقول جماعة الحوثي بأنه يستطيع من ضرب أهدافه على ارتفاع 15 كيلومترا، ولكن في حقيقة الأمر ما هو معروف عن هذا الصاروخ بأنه يستطيع من ضرب أهدافه على ارتفاع 10 كيلومترات أو أكثر بقليل، لن يصل إلى 15 كيلو. وطائرة MQ-9 ريبر التي نتحدث عنها هي قادرة على التحليق على ارتفاع 15 كيلومترا كأقصى حد، وبالتالي هذه الصواريخ لا تستطيع وغير قادرة من عملية إصابة الطائرة إذا ما كانت هذه الطائرات المسيرة منتبهة لأن هنالك طرفا يحاول من عملية استهدافها، ممكن تحلق على أعلى ارتفاع لها وبالتالي تتخلص من هذه الضربة. ولكن عادة الطائرات المسيرة MQ-9 ريبر لا تحلق على أعلى مستوى للارتفاع لها، أي أنها عادة تكون بارتفاع قريب جدا من هذه الطائرة المسيرة، ولذلك هي ممكن أن تشكل تحديا. واحدة من الأمثلة ما جرى في محافظة ديالى بداية هذا العام في يناير، هذا الصاروخ تمكن من إسقاط طائرة MQ-9 ريبر. لكننا نتحدث هنا عن إسقاط لثلاث مرات بشكل متتالي، ويبدو بأن جماعة الحوثي قادرة الآن على تغيير المعادلة الجوية بشكل كبير ضد الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الطائرات المسيرة. إذا ما لاحظنا سام 358 عندما ينطلق فهو ينطلق بهذه الطريقة، لاحظ النار أو الشعلة التي تأتي خلف هذا الصاروخ هي تبدو بهذا الشكل، بينما الصاروخ الذي نتحدث عنه واضح جدا عملية الانطلاق الاشتعال لهذا الصاروخ واضح بأنه كبير للغاية، واضح بأننا أمام صاروخ مختلف تماما. وهذا يضعنا أمام فرضية بأن جماعة الحوثي تستخدم أو استخدمت في إسقاط MQ-9 ريبر في الثلاث مرات على ما يبدو، على الأقل في المرة التي نتحدث عنها اليوم يستخدمون صاروخ برق واحد وبرق اثنان. وهذه طبعا أيضا صواريخ معدلة من جماعة الحوثي، هي في الأصل قادمة من صاروخ طائر اثنان الإيراني، وبالتالي هنالك هندسة عكسية أو تعديل على هذه الصواريخ التي من الممكن أن تكون أو تهرب قطعها إلى جماعة الحوثي لتقوم بتجميعها أو يكون هنالك تدريبا على صناعة هذه الصواريخ. صاروخ برق واحد على سبيل المثال قادر على استهداف أهدافه على ارتفاع 15 كيلومترا، أي هو قادر على ضرب MQ-9 ريبر ولكن على مدى 50 كيلومترا، بينما برق اثنان يستطيع من ضرب أهدافه على ارتفاع 20 كيلومترا وعلى مدى 70 كيلومترا. بالتالي الأرجح بأن جماعة الحوثي استخدمت برق اثنان في عملية استهداف MQ-9 ريبر، وهذا يفسر الكثير بأن جماعة الحوثي لماذا هي قادرة على إسقاط واحدة من أخطر وأهم الطائرات المسيرة، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على مستوى العالم بأكمله. والسؤال هنا، ما الذي تفعله هذه الطائرة المسيرة في شمال اليمن؟ عملية الإسقاط تمت فوق محافظة صعدة، المحافظة المهمة للغاية. هذه الطائرة المسيرة بتحليقها فوق هذه المحافظة المهمة للغاية من دون أي عمليات قصف لا من بريطانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن عملية بيسايدن آرشر، يوضح بأن هذه الطائرة المسيرة على ما يبدو هي تقوم بعمليات التجسس على جماعة الحوثي، هي قادرة على عملية جمع المعلومات بشكل هائل، ويبدو أن عملية تجميع المعلومات أما لمعرفة كيف تتحرك هذه الجماعة، ما إذا كانت هنالك تحركات للطائرات المسيرة أو للصواريخ في إعداد لمهاجمة إسرائيل، وبالتالي يحاولون الحصول على معلومة مسبقة لطبيعة الاستعدادات لهذا الهجوم لإسقاط الصواريخ والطائرات
المسيرة، والفرضية الأخرى هنا وقد تكون هي الأخطر بأن هذه الطائرة المسيرة تحاول جمع معلومات عن قيادات جماعة الحوثي، لأننا نتحدث هنا عن صعدة، وصعدة هي تعتبر المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وقد تكون إحدى أهم القيادات الموجودة في هذه المحافظة هو زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، وقد تهدف هذه الطائرة لعملية اغتيالات على مستوى عال للقيادات لجماعة الحوثي هنا، وهذا أمر محتمل جدا لأن هذه الطائرة المسيرة سبق وأن قامت بتنفيذ عمليات كما تحدثنا في مطار بغداد على الجنرال الإيراني قاسم سليماني وعلى قيادات أيضا من تنظيم القاعدة أو حتى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا تحديدا، وبالتالي هذه الطائرة مختصة بعمليات الاغتيال، وبالتالي قد يكون هنالك جمع للمعلومات في ظل أن CIA سبق وأن أعلن بأنهم لا يمتلكون الكثير من المعلومات وخاصة على مستوى الاستخبارات العسكرية لما يجري على الداخل اليمني، وفرضية هنا أنها تجمع معلومات من أجل الاغتيال هي فرضية وضعت أساسا وتم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي على سبيل المثال، كان هنالك نقاشا نشر على ستارز أند سترايبس والتي تحدثت بأنه يجب أن يكون هنالك عمليات ضد جماعة الحوثي تحقق الردع الذي تحقق ضد الفصائل العراقية على مستوى العراق وعلى مستوى سوريا، بعض الضربات ضد بعض القادة أوقفت هذه الفصائل ودفع هذه الفصائل لإيقاف عمليات إطلاق النار على قوات التحالف الدولي، لكن الأمر لا يتحقق مع جماعة الحوثي، لذلك حتى في شهر فبراير على سبيل المثال الـ FDD وضعت خيار بأن يجب أن يكون هنالك ملاحقة لقيادات جماعة الحوثي، وحتى Voice of America تحدثت في نهاية شهر يناير، هي كانت من أولى المصادر التي تتحدث عن هذه النقاشات بأن هنالك رغبة في taking out their leadership أي محاولة اغتيال وضرب القيادات الخاصة بهذه الجماعة لتحقيق الردع وأبعاد جماعة الحوثي على الأقل إيقافهم لفترة معينة من الاستهدافات التي تقوم بها في مضيق باب المندب، لكن الاستهدافات لجماعة الحوثي بشكل عام مستمرة. القيادة المركزية الأمريكية تحدثت في 24 ساعة الماضية عن عملية استهدافات قامت بها جماعة الحوثي، الاستهدافات طالت سفينتين، واحدة من السفن هي من السفن التي قالت الجماعة بأنها ناقلة نفطية بريطانية، ولكن الماريتايم إكزاكتيف أكدت بأنها كانت مملوكة من قبل بريطانيا والآن أصبحت مملوكة من طرف آخر، لا بل أن الماريتايم إكزاكتيف قالت وأكدت بأن كانت هنالك ملاحظة موضوعة من قبل هذه السفينة لأجل الملاحة من دون التعرض إلى أي هجوم، وبأنها كانت موجودة أساسا في مياه البحر الأحمر متجهة إلى خليج عدن، وضعت في هذه الملاحظة بأنها لا علاقة لها بإسرائيل وبأنها تبحر باتجاه الهند وهي تحمل النفط الروسي، ومع ذلك ضربتها جماعة الحوثي إحدى الصواريخ من صاروخين قد استهدفت هذه السفينة، تمكنت من إصابتها، الأضرار بسيطة، لا قتلى لا جرحى، ولكن الإصابة هنا للنفط الروسي، وهذه مسألة قد تكون أيضا محرجة أخرى لجماعة الحوثي، وتأتي عدم دقة المعلومات في ظل أن سفينة بشادة الإيرانية قد غادرت خليج عدن تماما، وحتى يوم أمس جاءت صورة من القمر الصناعي لتوضح بأن هذه السفينة لا زالت موجودة في بندر عباس في ظل المواجهة المباشرة بين إيران وبين إسرائيل، ولكن الجماعة بشكل عام عادت للقيام بالهجمات على السفن ومحاصرة مضيق باب المندب، الهجوم على خليج عدن والهجوم كذلك على البحر الأحمر وتوسيع العمليات باتجاه كذلك المحيط الهندي، العميد يحيى السريع كان واضحا وأكد أيضا في الأيام القليلة الماضية عن استهداف سفينة إسرائيلية ألا وهي MSC داروين في خليج عدن، وكذلك تحدث عن هجوم أيضا باتجاه سفينتين، واحدة من السفن أمريكية مدمرة أمريكية وسفينة إسرائيلية كما تلاحظون وهي MSC فيرا كروز الإسرائيلية في المحيط الهندي، ويجب أن نتذكر أيضا أنهم استهدفوا مباشرة أيضا إيلات كما تحدث العميد يحيى سريع. بشكل عام نلاحظ في ظل هذه المواجهة وكل هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها أن بعد هجوم إيران على إسرائيل وعودة إسرائيل لمهاجمة إيران بدأت جماعة الحوثي الآن
بالتصعيد بشكل كبير كما تحدثنا، من أجل التصعيد ومن أجل غلق مضيق باب المندب بشكل أكبر، تكليف أو كلفة أو جعل الولايات المتحدة الأمريكية تدفع كلفة من خلال إسقاط الطائرات المسيرة، نتحدث عن أكثر من 90 مليون دولار بثلاث طائرات مسيرة خلال هذه الأزمة، عدا الصواريخ، عدا أغلاق المضيق والخسائر الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة. الآن عادوا لعملية رفع إطلاق النار أو عملية الاشتباك مرة أخرى مع السفن في مضيق باب المندب، وحتى حزب الله اللبناني بشكل ملحوظ أيضا صعد على الشمال الإسرائيلي، وبالتالي الفصائل شيئا فشيئا بدأت تعود للتصعيد في ظل مواجهة كبيرة بين إسرائيل وبين إيران، والأهم أن إيران بدأت تتعرض إلى الكثير من العقوبات، ويبدو أن إيران لن تسكت أبدا حتى يتحقق أو تتحقق المسائل التي تبحث عنها، ألا وهي المكاسب الدبلوماسية، المكاسب على مستوى الأرض والمكاسب الميدانية وحتى المكاسب العسكرية.